بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله راح نكمل بالان ديترمنت فورمولاس. احنا بنستعمل logarithmic functions لما يكون قيمة ما داخل الليمت اللي هو ما داخل النهاية ان ديترمنت فورمولا. بالفيديو اللي قبل هذا اقتصرنا انها تطلع القيمة انفينيتي لحالها، بس هلا في قيم تانية بتخلي القيمة تكون غير معرفة، يلي هم انفينيتي اوفر انفينيتي، زيرو اوفر زيرو، انفينيتي ماينس انفينيتي، اند زيرو تايمز انفينيتي، انفينيتي تو ذا زيرو، اند زيرو تو ذا انفينيتي، اند وان تو ذا انفينيتي. خلينا نحفظهم مع بعض. فيهم تنتين قسمة، انفينيتي مقسومة على انفينيتي وصفر مقسوم على صفر، وفيهم واحدة طرح وواحدة ضرب. الضرب صفر ضرب انفينيتي، بما انه كل شيء عم بيكون صفر وانفينيتي صفر وانفينيتي، والماينس هي انفينيتي ماينس انفينيتي. فيهم ثلاثة أسس، الثلاثة الأسس فيهم تنتين عكس بعض، اللي هي انفينيتي تو ذا زيرو اند زيرو تو ذا انفينيتي، وفي عندنا وان تو ذا انفينيتي. تمام، اذا في ثلاثة أسس وتنتين قسمة وتنتين واحدة طرح وواحدة ضرب. الطرح انفينيتي ماينس انفينيتي، الضرب زيرو ماينس زيرو تايمز انفينيتي، القسمة انفينيتي اوفر انفينيتي اند زيرو اوفر زيرو، الثلاثة الأسس هم انفينيتي تو ذا زيرو اند زيرو تو ذا انفينيتي اند وان تو ذا انفينيتي. الليمت when x goes to minus infinity ل x لين 1 minus 1 over x. كيف بدنا نحل هاي النهاية؟ بما انه في عنا هون x، خلينا نجرب نخلص منه. كيف بدنا نخلص منه؟ عن طريق انه نضرب البسط والمقام ب 1 over x. رح نضرب 1 over x في البسط و 1 over x في المقام. هاي القيمة بتساوي 1، لما البسط بيساوي المقام بيساوي 1. that's why احنا بنقدر نضرب الليمت بهاي القيمة. رح تصير الليمت بهذا الشكل، رح تصير الليمت when x goes to minus infinity لين 1 minus 1 over x over 1 over x. اختصرنا ال x هذا مع ال x هذا وطلع لنا المقام 1 over x. هاي القيمة بتعطينا minus infinity ضرب صفر، لأنه النهاية رايحة لسالب infinity. minus infinity ضرب صفر رح نستعمل لوبيتالز رول، اللي هو مشتقة البسط مقسومة على مشتقة المقام. رح يصير الليمت when x goes to minus infinity، البسط رح يكون مشتقة لين. كيف بدنا نشتق اللين؟ رح نقول 1 over 1 minus 1 over x مضروبة ب 1 over x تربيع. بالنسبة لمشتقة المقام اللي هي 1 over x رح تكون minus 1 over x تربيع، يلي هي الليمت when x goes to minus infinity ل minus 1 over 1 minus 1 over x. نعود السالب انفينيتي، لما نعود انفينيتي هاي القيمة رح تروح، ضل عندنا minus 1 over 1 يلي هي equals to minus 1. خلينا نأخذ مثال تاني. عندنا limit when x goes to 1، هاي المرة ال x رايح على الواحد، لا انفينيتي ولا صفر. إذا مثال جديد علينا، x over x minus 1 minus 1 over ln x. step number 1 اللي رح نعملها هي انه بدنا نوحد المقامات عشان نقدر يكون عندنا بسط ومقام ونستعمل لوبيتالز رول. رح تصير limit when x goes to 1 لا x لين x، لما نوحد المقامات رح نضرب هذا الكسر ب x minus 1 بسطا ومقاما، ورح نضرب هذا الكسر بسطا ومقاما ب لين x. إذا صار لنا x لين x minus
x plus 1. وزعنا السالب على طول، أعطينا ال x عكس إشارته وال minus 1 عكس إشارتها، فصاروا minus x و plus 1. المقام رح يكون ناتج ضرب المقامين اللي هو x minus 1 مضروب في ln x، والأقواس كتير كتير مهمة. هلأ نقدر نستعمل لوبيتالز رول اللي هي أنه نشتق البسط ونشتق المقام. مشتقة البسط رح تكون x ln x، مشتقتها رح تكون ln x. طبعا هون لازم نكتب الليمت when x goes to 1. مشتقة ln x اللي هي ln x minus plus 1 minus 1. بالنسبة للمقام في عنا مشتقة ضرب الأول x minus 1 في مشتقة الثاني 1 over x plus الثاني اللي هو ln x في مشتقة الأول اللي هي 1. النهاية رح تصير عنا، هلأ في عنا هون كسر مضروب ب 1 over x، هاي القيمة لما نوزع الكسر على شقين القوس يلي هم الاكس والماينس 1 رح يصير 1 minus 1 over x plus ln x. اذا الكسر هذا رح يصير 1 over x، طبعا عندنا limit when x goes to 1، عندنا 1 over x مقسوم على 1 over x plus 1 over x to the 2. كمان مرة اشتقيناه صار الجواب هو نص. ليش نص؟ لما عوضنا هون واحد ضلوا المقام واحد والمقامين صاروا 1 plus 1 يلي هو نص. اذا برضو طلعنا جواب هاي الليمت. خلينا ناخد مثال تاني، الليمت when x goes to infinity ل x to the 1 over x. هاي الليمت شوي معقدة بداية بس حلها كتير سهل. هاي بتكون اي حالة من الـ undetermined formulas يلي حكينا عنهم، بتكون الحالة تبعت infinity to the zero. اول اشي رح نساوي، خلينا نفرض، رح نقول y equals to x to the 1 over x. شو رح نعمل؟ رح نعطي ln لطرفين المعادلة، رح تصير ln y equals to ln x over x. ليش؟ لأنه نزلنا الأسس كمعامل قبل ln. هلأ بدنا نطلع الليمت لln y يلي هي نفسها x to the 1 over x. صار عندنا الليمت when x goes to infinity ln y، ln y اللي هو نفسه limit when x goes to infinity ln x over x يلي هو infinity over infinity، برضو من ال undetermined functions. رح نستعمل كمان مرة لوبيتال، أو يرسلها هاي أول مرة بنستعمل فيها لوبيتالز رول. رح يصير limit when x goes to infinity ل 1 over x over 1، قيمة البسط صفر، إذا قيمة النهاية كلياتها صفر. طيب الليمت كانت الليمت when x goes to infinity ل x to the 1 over x بتساوي الليمت ل y when x goes to infinity يلي هي نفسها الليمت when x goes to infinity ل e مرفوعة لن y، اي مرفوعة لن y اللي هي اي مرفوعة لليمت لن y يلي هي اي مرفوعة للزيرو. اي عدد مرفوع للزيرو رح يعطينا واحد. تمام، إذن هيك حلينا ثلاث أمثلة على لوبيتالز رول، كانوا من الـ undetermined formulas، كانوا شوي معقدين عن الأمثلة اللي أخذناهم قبل. إن شاء الله إنكم تكونوا فهمتوا واستفدتوا كتير. ما تنسوا اللايك والسبسكرايب، ما تنسوني من دعائكم، بتمنى لكم كل التوفيق.